هابر جولد تي في هي القناة الوحيدة في مجال صناعة الذهب والناطقة بثلاث لغات. نحن نسعى في خبر جولد تي في إلى زيادة التواصل في قطاع صناعة المجوهرات وإيصال هذا القطاع إلى كافة بقاع العالم، ولتلبية احتياجات جمهور أوسع تنطلق خبر جولد تي في بثلاث لغات، التركية والإنجليزية والعربية. تقوم خبر جولد تي في بالبث الداخلي للقطاع، وفي نفس الوقت نقوم بتقديم خدمة البث عبر الإنترنت وبصورة مختلفة ومتنوعة. تقوم خبر جولد تي في بتوسيع دائرة الاتصال في مجال صناعة المجوهرات في الداخل والخارج، وذلك لزيادة القدرة الشرائية بالإضافة إلى تناول أبرز المشاكل والمعاناة في هذا القطاع وطرحها على طاولة التداول مع المختصين سوياً. إن خبر جولد تي في لا تقوم بإيصال صوت هذا القطاع إلى الجمهور في تركيا فحسب، بل وفي دول الشرق الأوسط أيضا كالمغرب والتونس ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة، كذلك في الدول الأوروبية والبلقان. سنقوم بإيصال صوت هذا القطاع إلى جميع هذه الدول. نشكر جميع الجمعيات ورؤساء الغرف التجارية والإداريين للتعاون الذي أبدوه معنا من أجل انطلاقة خبر جولد تي في.